محاربو الصحراء يتوغلون في غابة غينيا ليصطادوا منها 3 أسود، وفي طريق عودتهم يحملون الزاد كاملا. أقصد العبور لربع نهائي. ضربت أراضي الكرة الغينية هزة بشدة 3 درجات على سلم الكرة. المنتخب الوطني خاض معركة قوة وجرينتا، دفاع وسط ميدان وهجوم، لا بل حتى خلف مبولحي. وبعد إصرار كبير كاد بن 70 يسجل كرة هوائية عالمية، ولكنها انتهت بين يدي حارس غينيا ليستمر السحر. ويعقبها ثنائية ابني مدينة وهران بنجاح بالعقب، ليجد بليلي نفسه أمام حارس يغلق مرماه جيدا وزاوية تكاد تستحيل، فكانت مقوسة بطريقة تترجم سحر قدميه. يسقط أول الأسود الغينية، الهدف الأول للأفناك. المنتخب الغيني بدوره ليس بذلك المنتخب المتخاذل، فهم أبناء ماما أفريقيا، حيث القوة البدنية العالية وحتى مرورها للدور الثاني جعل منها خصما لا يستهان به، خصوصا بعد إقصاء منتخبي مصر والمغرب على يدي منتخبين مغمورين. منتخبنا الوطني تعامل مع المباراة وكأنها نهائي، فحضرت روح الدفاع على الألوان الوطنية وسارت روح الأداء الجماعي بين أشبال بالماضي، لا أقصد أصدقاء بالماضي، فقد جعل هذا الأخير المنتخب وكأنه فريق من أبناء الحي، الكل منسجم بين قديم ذو خبرة وجديد ذو طموح في حضور الموهبة كقاسم مشترك. بداية الشوط الثاني لا ندري ماذا فعل بالماضي للأصدقاء، فبات فيهم روحا جديدة لا بل طاقة جديدة، فكان الهدف الثاني من طرف رياض محرز لتتعقد مهمة الغينيين في إدراك التعادل، ليغيب عنهم عنصر المفاجأة إلا في كرة أو اثنين شتتت بمبدأ الأمان أو انتهت بين يدي رئيس جمال بالماضي. يطبق مقولة أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم بكل أبجديتها، ليشرك كل من ديلور والناس وبداوي كبدائل. هجمة مرتدة في الدقائق 10 الأخيرة وعرضية من طرف الصغير عطال الكبير في عمق دفاع المنافس، ليرمي لها آدم والناس بنفسه وبتقاله الهجومي كاملا ويسقط 3 أسود غينيا وثالث صيد لهذا المحارب في أدغال إفريقيا في أول رحلة صيد في القارة السمراء. مباراة إقصائية أولى ومرور للدور الربع النهائي بالعلامة الكاملة، ربما مالي وربما كوت ديفوار. محاربو الصحراء يستمرون في صيد الأسود الإفريقية في سهول كرة الكان، فملاعب الكرة لا يمنع فيها الفوز، لكن يجب أن يؤخذ غلابة.